اسمها وين بي بي اس كصعدة حافظة يسلية سومالي دعان كاي كوتا هاي مقالة نيروبي وحاو نقون دونا ميد وحكا بدلا قناع سيغا ينولوشا حافظة يسلي دقمدا اي كوتا هاي كمانكوشي قودهان مقالة نيروبي ودن كينيا ايه قودهان با قبلك اسمها المركز يابك لدول لو ايغو واد اسمها وقو وين مولكا اما بلغة دوكان سدو كوية لقارة دا افريكا ان اسمعني وحاو نقون دونا سيدي مقالة يروكالي سيدي انجينير ردو اي تلمامين وحاو نقون دونا ميدا كشغي يعني لا توبان كنوقف مركز اسمي يسو دمادو هران تساند كي نوغسو ادن لبادا كون اي صدحي اللباتنكا ان واحد كيلي دونتا دوكان مدي غناعسيغا او كون كبادن وحاوية لدورا مساج دا يكون تكون كران مركي والبا إلا اللبا كون وقف المخايريه عمتادا او كالدوان او آدو ترابضان اسمها وحكول اللي دونا مركو دمادو هدي الله يراهدو ان متكم من السوبر ماركت دادو قوة وين ودن كان كيليا كويا لا كافور لو يقانو وحكول اللي دونا ماليه ايكو مدادالنا ين اما ايكو عياريين عرهورتا يددك واوين با وحكول اللي دونا بانانك ودن كان كيليا قوة وين وحكول اللي دونا شركة دي حوالدها صومالي دا ان اي وحكستا او اذيقا او قفكو باهيهي ان نيل وحو كميديا هي خبره حق دسمياشا ka shaqeynaya dhismahan aadka weyn ee laga dukaansan doono ee lagu mustareexi doono ee BBS ee nil waxa uu ka soo shaqeeyay wadamo fara badan oo caalamka oo dhismayaal waaweyn oo laga dukaansan laga sameeyay ama moolal ee nil waxa uu dhashay wadanka Philippines nil yes how do you rate this project compared to the other ones that you were involved This project is a very unique project in itself compared to the projects that I have before. Waxa uu yiri mashruucani waa mid la tilmaamay isaga u gaara marka loo eego buuxa mashruucyada kale ee aan hore uga soo shaqeeyay. Mashruuc sidan oo kale oo Caribbean-ka aanu ka sameeynay oo mool ah buu yiri. Kani aad buu uga duwan yahay. Waanu ka wanaagsan yahay marka ay timaado sida loo naqshadeeyay. waxaan la doonayaa buurin moolkani uu noqdo sida kuwa ku yaala Dubai oo kale waxaan weydiiyay inta wadan ay uu ka soo sameeyay mashruuc la mid ah moolka BBS ee imika dhismihiisa uu gabagabada ku dhow yahay ee ka socda magaalada Nairobi waxaan uu ii sheegay inuu ka soo shaqeeyay oo uu ka soo qayb qaatay mashruuc sida oo kale oo laga sameeyay wadanka Caribbean-ka ku yaala ee Trinidad iyo Tobago iyo magaalada Mexico City iyada dabcan wadanka uu dhashay Philippines
هذا آه يرجع فرح سنة هيبويدي مركي اللي يقوم مرتقى هذاي إن المشروع عنك غيب قاتو وحكر يسوي مول كبي بي إس إسوا أبويدي مثل قفاني كرا أن محي الدين إبراهيم وحوي معمولها مشروع عند اسمها مول كان بي بي اس باسمه سوق الصعداء حافظ ديسلي أن محي الدين بلي يشرح عند اسمها حكا كومي أن اسمها وحوي مول عالمية أو ميكست يوز ديفلوبمنت حان سوق كاني ريتيل مودرن ريتيل فاشن اريا يو سوق سوق وحاوي تكامهان وصومالي ذا كشقيسة وجملة ذا يكوى غارهان ريتيل عادية مركا وحاوي سكو كاني لواء سيستم أو هايبريد كو وحاوي مودان ريتيل ان كونوا نومول سوق هل ميل أو سانا مجرد مغالا دان يوطن كان دان يو غارهان ريجون كإيست أفريكا لكن بسمها ريوان اسم عجيبة إما كان مدو أفر سمضوة ستح سمضوة إما كم دو صدح سمرادة بسعودي لون بلاد كتب على الرتشيني يعني وده ما أضع اسمه اسم حاجة لي إن وحان ليه كرنا اسم أهان إن هرت وحاو توقف ديا بقول 176,000 square meters construction area واضح إن بقول مش أقوين واي ريجن كان construction wise إن وحا كلا وحان كلا هنا the lettable space أقوين over 300,000 square feet. صدق بقول أو كن أو square feet. أو retail only. Retail. أو أصلاً خلوه قرع سنة يد كاملة. ما يد كاملة كم تشتوى modern retail مش أنت عنا أو كلو بس فلو. هاها. مش أن خاو تلقلني تكن brands كوا وين كا. قرتي. ها مركا تبتاس أن كوشة 300,000 square feet كا وحواي only two levels. كوا كلنا وحواي 1,000 shop أ كاما أو سوق أ انتاس بقى شيء ودك معها أو جملة الصومالية ده. اسمها إلا أنت ولا بلابي. إم سقف بكش غيني بيدين. حان وحان هاينا كمبنيان أول مسكودة ولحدن. لحدن كمبني. ها. طال اسمها. ها. وحق ذيك الكلمات يوم ودم ليه. إن بدي وحوي ودن كان بكش غيان إن كينيا قارنا واجي بده هيك مالن قارنا تشاينا هيك مالن متى وحوي سبيشاليزد سيرفيسز بقار سوبيان لكن بدي وحاوي دت ودن كتشخي لكن وحلاقي شركات كذا إلا يوروب أو إنجليز كا إلا ودمد إيشيا إلا ساوث أفريكا إن كمبنية دو دي بسمع لك غير قادم يا وحكم دا شركة ساوث أفريكا ناهو قصو بسوساي نتكاس سو مركا وصحصة شيء سواي شركة ساوث أفريكا باكتا قصو بني سوساي نت إيوي فايندي إن شركة ذاك على يوروب نهات الابتياشان هو يوروبين وحاوي شركة دو يوروبين أواي كالشين لا مكا وصح صح شيء سوى تويلت كوكريش ان مسقولها ان وحاوي لحبقول سدح بقول يو لحدا مسقول بقول سدح بقول يو لحدا مسقول بك في الله الاسلام بي بي ها ان علاقه قشنه وعلاب ومحلها هي هاي اند فينيش سانيتري فيكس كاسكا وحاوي علاب لقى كان هذا سبين يوروبا لقى كان علاقه قشي ان و 5 ستار علاب و 5 ستار هوتيل لوكال ان محيدينو إنجنر محيدين أو شاء الله مرة نسكت دينا اسمها دحل غير صح وبكود علي ذا مرك الله اسكو دراء انت ميلو دي لوغو تلقى لي دبكوين مرة سيدا هل كان وقال مسافة بنت لك بين قمية ان واتوان كيلومتر با لمي تاينا سعوتيد حداد كسو بلاو ذكور إلى خوص مكا تكتيد بيس مكا وحي لمي تاي عدي وسعوتي توان كيلومتر و ديستانس أحانا marka marka dhismaha BBS ka adeegaysan macnaheedu waxa weeye inaad jimicsiga sameeyaysid sida max exercise oo ila 10 km aad dhigaysid ha sax injineer Edin aad iyo aad baad mahadsan thanks so much thank you my name is Bernard Mandere I am a project director for this project what that means is that I represent the interests of the developer as Bernard Mandere waxana haybu idaagaasimaha dhismaha mashruucan
waxaana shaqadeedu tahay buu yiri in aan la socdo dhamaan ba hawlaha ay qabanayaan qaybaha kala duwan ee mashruucan ku hawlan waxa weydiiyey waxa mashruucan uga dhigan yahay magaalada Nairobi iyo waddanka Kenya iyo guud ahaan gobolka waxaana weydiiyey waa su'aal aad iyo aad wanaagsan mashruucan moolka BBS waxa uu bedelayaa buu yiri gabi ahaanba sida ganacsiga loo sameyn jiray isbeddelkaasina kuma koobno oo kaliya buu yiri mid ku imanaya xaafadda Isli ama magaalada Nairobi ee waxa uu bedelayaa buu yiri sida ganacsiga looga sameyn jiray guud ahaanba bariga Afrika iyo waliba bartamaha waxa uu yiri markaad halkan timaado waxaad helaysaa alaabadii aad doonaysay ee aad iibsanaysay waxaad helaysaa waxyaabaha aad ku madadaalanaysay waxaad ka helaysaa buu yiri goobtii aad ku cibaadaysan lahayd oo masaajidkiya kaasoo markii walba ay ku tukan karayaan ilaa 2000 oo qofi meelihii aad wax ka cuni lahayd oo aad u wanaagsan baananka iyo xawaaladihii iyo wax kasta oo aad u baahan kartid waxaad ka helaysaa buu yiri moolka BBS marka uu dhamaadana waxa uu noqon doonaa buu yiri mid xitaa kaba weyn oo ka xaraka badan magaalooyinka yaryar ee waddanka Kenya qaarkood haddii aan tusaale kaasiiyo buu yiri waxa saacaddii walba soo geli karaya ilaa 1600 oo gaari waxaana moolka BBS ka shaqeyn doona buu yiri ilaa 10,000 oo qof oo rasmi ahaan uga shaqeyn doona oo maalin walba halkaasi uu soo kalihi doona marka la isku wada daro dadka gawaarida ku iman doona iyo kuwa lugaynaya moolka BBS waxa maalintiiba soo booqan kara ilaa 150,000 oo qof Yes, my name is John Newman. I work for Mace Weimar. We're the project management consultant for the Business Bay Square project. We act as the contract administrator as well as the project management. Marka waxaan soo booqday buu yiri moolasha waaweyn ee ku yaala Nairobi iyo gobolkaba. Waxaan arkay buu yiri in marka aad booqato moolasha waaweyn ay wada maran yihiin. Sababtuna waxa weeye buu yiri dhamaantood waxa ku yaala dukaamo isku wada mid ah oo alaabo isku wada midna iibinaya. waxaana badankoodu ku yaalaan buu yidhi xaafadaha duleedka magaalada Nairobi oo ma aha meelo ku habboon annagu waxaanu kaga duwanahay buu yidhi waxaanu ku naalaa halka laga galo xaafadda Isli waana xaafad ay dadku aad ugu badan yihiin waxaana yimaada buu yidhi dad aad u tiro badan oo fursado ganacsi raadinaya oo wax iibinaya amaba wax iibsanaya dabaqa dhulka ku yaalla iyo ka dhulka hoos ugu jira ee loo yaqaano lower ground-ka waxa ku yaalla buu yiri dukaamadii yaryara ee bulshada xaafaddaasi ama magaalada Nairobi ba ay lahaayeen taasina ma aha buu yiri mid hore meel laba looga sameeyay maran John Newman weydiiyey shaqa abuurka iyo kaalinta ay ka qaateen dhismahan moolka weyn ee BBS ayaa waxa uu ii sheegay in dhismahan aadka u weyn ee moolka ay ka shaqeynayaan ugu yaraantii 15 shirkadood oo kala duwan oo ay qaarkood ilaa bilowgiiba ka shaqeynayeen xildhibaan Yuusuf Xasan waxa weeye xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamankuuji oo Isliina ay ka mid tahay waana halka moolka BBS dhismihiisu imika uu ka socdo xildhibaan maxaa ugu weynee moolkan uu kusoo kordhinaya bay kula tahay haddaynaa Isli, Kamankuuji, Nairobi iyo guud ahaanba Kenya wax weyn buu kusoo kordhinayaa isbeddel aad u ballaaran buu keenayaa xagga dadku sida ay u socdaan sida ay u baxaan sida ay wax u iibsadaan sida ay u kulmaan waayo berigii horeeto meeshan ganacsi weyn bay lahaan jirtay looga yimaada Afrikada bari oo dhan laakiin waa tukaanley yaryar oo mid uu dharka iibiyo mid wax kale uu iibiyo laakiin waa markii ugu horreysay ee mall sidan u weyn oo intaasoo kunoo tukaan ay leedahay oo casri ah waqtigan cusub ah qalabkii ugu dambeeyey tukaamadii ugu sarreysay ee magacyada lahaa adduunka ay isugu imanayaan marka wax weyn buu xagga bulshada nolosha dhaqaalaha iyo ganacsiga xaafadda ka bedelaya xaafaddan Isliina waxay noqonaysaa meel loo yimaado meelaha kale looga yimaado oo dadka xaafadaha kale u yimaada sababtoo ah berigii horeeta dadka wax haysta ee reer magaalka ee reer Isli magaaladay tagi jireen haddii ay saaxiibo la kulmayaan
هداي وحسو إبسنا درسو إبسنا يان هداي سو رجع يان دتك إسلي إمنشري وحياه دت جناسي جوا وين كوشق له دبده كيم لكن ما أنت ماشي المركب فرنت مول كمركب فرنت إسلي وحين قونا سمول ملو سهرتو لوي ما تو ملا إسكو تصويره ملا جو فانو ملا جو شيرو أو لجو بلامو مركا رنتي أد إي أد بوجهة إسلي يوجهة كمكوجي وبدلها هي نيروبي بقى حاجة دقارة يشقون كمركب إنه يجنو محوجو إنه وصاب بيرنا يا بكلت تبغو حويان دتك أبو وحيب سشبدا نيروبي كينيا ودتك سوامالنا ننك تلفون كأسو يبسنايا ننك بابور كي يقود بي يبسنايا ننك دارك أوح في عن كوح الرغوانايا قبضها وحيكو ترتمايا دارك يقود بي مدى قبطة إيا دهب كي إيو نلوش ماركا دادكا صوران لعقاها اي دبادة جينا يين اي وقتيا اي دبادة جينا يين حافدو دا اي كو استعمالايا حالكا اللي اسكو أركايا إيمنكا إسلي وحويا ميل لوغوي ما دقنعسيقا خوصيا لكن سنه كدنب ما شي مركه فرانتو وحين نقونيسا ميل عصفيو دونكو كلاده ترتميسو لو سو داوش تيغيو دادكو مركه اركان وها وناغسن اندهودا ديقنا وي كو ديانايا داريها دنبو لا ديسايو وي كفيعنان دوران كو مانتا جيرا سببتو مالين با دادكو بنادو كو هورمر بي سميا الله يوسف حسن ادي ادبه حسن هذا هو قياس كريشان اسمها إنترليك بي بي اس إنتاج الدكان في إيران إلا كون إلا بقول الدكان كشقين يعني لا تبان كنا قف مال والبا وحول بحرية بيا دو ترابلن يكون تدي يوحي به كلا يعني لو جمر مينين مول كسيد أو كلا إنجيل مصطفى محمد حسن وحول قابل سي حق بيها يكون تدا يولي بحيا بكلا انجل مصطفى اد بكو سلام يا ولد سدو هلكن مكان جوغنا مخيتي اصلان هلكن حتى ان تاغنه وها ويان مشان اذا نو بام رومكا ها ها هلكن وها يالا رتي وقلبك مول وي مول كنا هذه شير دي مكلغي ما تو استراكشر كيو اسمها غود ها ها وها كيو حيا لا سافيسس وي وهتن هذيك الحين ده هو شو مسألة صار؟ ده بقول كوه استا هاني أو سكيلت طريق قفوف. هاي هاي هاي. كأو حوي هالكين ممكن تشوفنا واحد وبامروم وهالك بيها اللوجا قيبيه ملك. مركا بيها وحلو استعماله وبيه العباي وكويلو استعمالي وحكرين تيو استعمالات ككله. وات. يكوي هدي إلهي مكانه وماشان طب كدشة. وهو بختيلا. ولا دجالي ملها. مركا واحد شفتا ممكن ماشان تاجنا هاي هدي هذاكتو. وحين نقول ركيبان تاجيو، وي، وتاجيو دي بيها كيدناه، مالكنا دلية كباسي في لحبقول، يو لباتن كنو لتر، لحبقول، يو لباتن كنو لتر كباسي كده، إنا كيدو نغلان، إنا كيدو نغلان، وي، ده بكا يسلي يوم بورابين كرا، يسلي حافظ بالبو أي ورابين كرا، وكوب اللان كرا، وي، كهانو إيجنا تصلان وكله هدي. ee magaalada biyalaanka dhacdo kale haa haa ugu yaraan iswadi karno bil anagoo wax biya oo dheeraada dibadda aan ka heli in jira mustafa marka biyaha ee bakuwi ee magaalada bal loo wadaagaysan si qaar idin gaaraalay asalaan waxa sameeyay waxa weeyay filwas koob tahay afrika iyo nairobi challenge ka biyo iyo connection ka caadiga laga helo dawladda in uu supply gaar ahaan marka qaar ku daano waa haynin isku halayn karo haa marka laga yaabo weekii laba saddex jeer aad hesho maalmaha kalena ay maqnaadaan marka waxa uu ku daynay si aanu helo reliability isku halayn inaanu ku dowladana soo qaadano waxaanu ku kabnay saddex ceel oo qodan oo idinka idin gaar oo u gaara moolka marka waxaan arki kartaa in tusaalahaan oo kale tankiga halka yaala haa haa saddex bayba galaya marka pipes tani waxay ka yimaadeen ceelashi ويقول لك أنا أقول 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 لك
وحال مارين تانكيين السوقي مانايا تانكيين مكي السوقي مادان وحاي وسوق بيان فلتريشن بلانت مشيت ليا والله يا نو فلتريشن بلانت وتلقو نديفين اللي هو نديفين اي وي كدب هاكا مركي كسوق بحضو وحال سي مارينايا مشيت نكالو يوزن على دو ارو بلانت و ريباس اوسموسيس وينم حق ونايسا و بي ال سي سي في اي سي سي فاينا ساحتنا وي كيو نقول كلام بي ال عبي كرو سالهان او كلام موقع هذا الشوط ما باهني بيو يلا يسجل بيه لعب يات بيهني يقوى تبان كيف سدسو بطل كا عيده كتيرة يقواني واسكتيو طبعا هو قلت الله كلا جدك مول كان كتيرة الجوعة إيه حتى مسؤولها سوليا ده مسؤولها مركا الجوعة هي مركا مقاهي فدان فديان كسبادا عادي كسبادا عادي جلو فرحان عيو كمال لو دكان عيو اي بيه كعبي كرا tan kale imi kaan ku suganay waxa weeye halka laga maamulayo ama imi ka laga maamulo korontada moolkan BBS engineer Mustafa in korontada ma idin kaalay mise waa tii dawladda asalano halka waxaan hayna system la dhaho hybrid system waa system isku sidkan macnaheedu waxa weeye hadii aad qolkan eegto halkan waxa yaala metering panel oo waxa iska leh Kenya Power dawladda iska leh marka halkani waa halka aan kula wareegno korontada oo aan kaga wareegno systemka dawladda marka halkan wixii ka dambeeya korontada ka maamulaya waxa iska leh haa haa ee molka way iyo isma waxa kala jira mtaxana system afar generatorada four generators mid kiba waqtiga siyaasha state bowl iyo konton kiba oo u dhigan tamatxana adu wax ku dhaw 4 megawatt oo hadii marka haysataan Kenya Power korontadeedii maxay uga baahan tihiin generator gaar ah absalaan waxa ugu muhiimsan ee halkan aan eegana wax la dhaho system reliability in korontadii meesha taali ee moolku u lahaa ay taamid la isku halayn karo marka qaar kale wax laga yaaba in kow systemka dawladda ee korontadu aad u jaban yahay qiimo ahaan capacity ahaan aad u yar punta marka laga hadlayo reliability Kenya waa meelaha ugu fiican Afrika oo korontada la isku halayn karo laakiin marka qaar ka wax laga yaaba in uu systemka si la dambiyo si ku talagal ah ama si aan ku talagal ahayn ku talagalku waxa weeye madaxana marka qaar ka systemku muddo shaqeeyo waxa loo baahan yahay la baqtiyo la yara dambiyo si looga shaqeeyo oo loo maintain gareeyo marka saacado kooban ay korontadu maqnaataa marka saacadaha kooban ay korontada dawladdu maqnaanayso inay ila ku maqnaanin de aanu dee moolka iyo si waru bila koronto ahaan oo bila dabaan u ahaanin marka sababta ugu weyn ee generatoradan u haysana waxa weeye muddada ama marka marka qaar kood ay korontadu ay dhibaato soo gaadho dabaylo way ma taqaan wax yeelan oo kale ama u fault oo khalad nidaamka soo dhex galo ee u demo ila heli karo system oo si wada karo moob way korontadii Kenya Power marka halkan kula wareegtaan halkan kula wareegtaa marka halkan marka kula wareegno waxa soo gelaysa panelkan marka halkani waa xuduuda system ka moobo maamulayo iyo inta u dhaxaysa Kenya Power marka Kenya Power cable kogu marka ka yimaada metering panel halkan uu imanayaa marka anigu halkan marka kula wareegno halkan waxa ka bilaabmaysa in systemka korontada moolka qaybinteedii la bilaabo marka halka markay maraso korontadii laban u kala jibinayna marka systemka power kan isticmaalana 40 iyo 11 kV waa 12,000 oo volt kob iyo 12,000 oo volt way kuntide nidaamka caadiga ee guriyeena iyo maqaayadaha iyo machineries kala jibinayna waa 4,000 ama 2,400 halka la waa kob iyo 12,000 oo volt marka halka markay soo gasho halkan ay ka soo baxdo laba local jibinaya laba transformer ay kala galeeyaan oo la dhaho Drakes transformer mid kiba awoodiisu iyo capacity-su waa 2 megawatt marka isu geeyo 4 megawatt oo hadii la isticmaalo power factor 1 ah ama waa power u dhigma isu geeyin 4 megawatt wana imisane meelaha qaar ku magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida iyo meelaha qaar ku dhow system-kan ka awood badan yahay marka la soco halka marka uu soo gasho korontadu waa 11 kV ama 12,000 marka 12,000 system key mark isticmaalkiisa lagu basi deyn karo waa alaabta badanka meesha taala ma aha alaab qaadi karta 12,000 oo volt
marka waa in korontadi step down lagu sameeyo soo dejiya oo laga dhiga 415 ama 414 si machineries ki yaalaabihi dadka uga faa'iideysan karaan marka halkana waa lagu soo dejiya marka halka waxa noqonaysa korontadi wax loo bedelay korontadi la isticmaali karaa ee 415 iyo turn down 40 ee noqonaysa marka walaal baan transfer baa shaqada qaabilsan labada marka ka soo baxaan waxay isugu imanayaan labadan machine ee la yiraahdo AVR automatic voltage regulator hada jiraa maqashan filaya ee dad badan oo ka cabanayo leh madxana fridge keygi ama waxay iga gubay light ama dab iga gubay waxaalaha gubashada keenay waxa weey marka qaatood wax laga yaabaa in system ku leeyahay wax la dhaho yaani voltage surge ama power fluctuation marka voltage ku waxa weey xadiga u baahnaayd haddi ka badan ba meesha soo galaya ayaa laga yaabaa marka qaarkood inuu system ka soo dhexgo marka labadan machine waxay qaabilsan yihiin in system voltage ki ay ku ilaaliyaan meeshii lagu talagalay haduu aad uga sare marar waxay ku soo celinayaan normal ki meeshii caadiga ahayd haduu ka hoos marayo sare u soo qaadaya marka waa halka regulation ka lagu sameeyo waa halka korontada moolka looga sii qaybiyo ee client kala duwan iyo leefalada kala duwan ee mool ay korontada ka helaan Engineer Mustafa, haddii su'aal kale aan ku weydiiyo waxaanu soo aragnay halkii generatoradu ay yaaleen iyo halkii korontada Kenyan Power ay kula wareegeyseen iyo sida loo habeeyo korontada moolkan BBS laga heli karaa magaalooyinka Soomaalida markaad eegto magaalooyin intee la gashadi karaa walaal Absalaano waxa powerka ama awoodda meeshan taala sina uma weyna si way u weyntahay marka laga hadlayo dee magaalooyinka Soomaaliya haddii aan barbar dhigno waa magaalooyinka Soomaaliya korontada waxaan u isticmaalaa badankeedu waa basic waa in la iftiinsado ama waxyaalahan TV-yada iyo charging iyo waxyaalaha simple-ka loo isticmaalo magaalooyinka Soomaaliya badankoodu weli ma hayno yani industrialization ama warshadeyn fara badan oo baaxad leh u baahan oo koronto badan u baahan marka haddii aynu barbar dhigno magaalooyinka Soomaaliya waxaan aaminsanahay magaalooyin waaweyn oo maanta caan oo Soomaaliya ku yaalla waadan kow iyo laba isdhex ku dhaahdo aad la yaabtaba inuu moolkani ka awood badan yahay xagga ay markay noqoto korontada aamina xuseen saleeban waxa weeye madaxa kireynta iyo suuqgeynta ee moolka BBS aamina ka war hawsha halkan ka socota moolkan oo moolka Kenya ugu weyn one of the biggest malls in Kenya oo isli ku yaala first floor second floor waxa lagu talagalay baananka iyo the big companies so we have the anchor tenant oo Carrefour the first supermarket in Isli formal supermarket in Isli. Marka waa one of the first supermarket waxa ku yaala dana moolka LC Waikiki. Oo mataqaana dukaanka ugu weyn Kenya currently for fashion. Dharka iibiya Soomaa. Dharka iibiya dharka caruurta, dumarka, ragga, all that. Yes. And then eateries we have one of the best. Waxa ku yaala Java, Art Cafe, CJ's. Waa dhammaan ba makhaayadaha waaweyn caanka ka ah. Wadanka Kenya laga cuntay. And then banks, we also have the leading banks, Equity Bank, KCB, Kuli, and Mall Kill Suguren. So apart from the retail space, we have again community stalls. Again, we'll give you a good brief about it. Stalls can be used in the same way. We have a lot of people who are in the same way. We have a lot of people who are in the same way. Small traders. Yes, small traders or different things even here. And marka la isku wada daro mall code. aaminay ama ha noqoto meelaha ay degayaan baaranka iyo makhaayadaha waaweyn shirkadaha waaweyn ama ganacsiyada yaryar aad imi ka sheegaysa ha noqoto imisa ganacsi baa halka ka furan kara 1200 plus 1000 oo Soomaalida lagu talagalay oo small stalls the small unit 200 plus for retail space marka more than 1200 so waa in ka badan 1200 ganacsi ayaa halka soo degaya ajeeb ila 10 kulan qofna shaqaale ka noqonayaan halka oo maalin walba soo shaqo tagaya ajeeb so it's a game changer for Isli oo madaxana waxaan Isli ka dhacay this is the first time they're very happy in a mall ka tagay so bawqador ilay shopping ka qayb galaan baananka everything under one roof waxaan hadaba idin tusaynaa
goobaha ganacsiga loogu talagalay ee kala duwan ee aamina iyo kooxdeedu ay kireynayaan marka kii aad dooran lahayd adiguna ka dooro أنا وحولي وحي جدها وجبهايا قرحين يا وحى أي ينسي سمينة بنك بقاطته مركا this is part of the retail space و zone كدنو حوي financial zone و مركا قيبو ككورنان يا ميا و تسالة هم بانان كو كلا و ميل ماشا بخايدا لغو عمتين يا و ميل غوريا مالا هاد بار كلوي بنية شركة دا و وين و غوني yes and انتين لك باي لايم كا آمنا لك رايست مركا space كريتين كو حنالقاتي up to 90% right now so we almost full وحير بنو هاري ودبق كواد مالك بي بي اس يس مركو حكويا على one of the biggest supermarket of Kenya وين وحين قاعدين لا أفرت نكون square feet إلا أفرت نكون square feet ها مركو وده first time إني إسلي ماذا ومركو هو هريس إني إسلي ماذا Carrefour supermarket صح first floor بنسيني first floor حوالي retailers ومشي متقنا دكان ماذا shopping كهو بدن this is the space I'm seeing here. Dalkan, marka part of the first floor. Kaya buwin benega katen o first floor ah. Kaya itakale na wa fashion yo. And amena wahan cha alina kuwi diyo kala. Madam sa chakte Carrefour o kala. Ame kumbaniya prabadan o BBS o degiya. Ane hore easily uchogi. Easily. Mana intelek betasul la ba. Hayu so kuri ni sa. Easily hayu so kuri ni sa wa matakan mail wakul balaga gaban karo. كانوا حنقص قلنا قريب كله أما دبق كله أو كم إذا مول كوين بي بي إس سعيد هاشم علي وحويسقنا كم بدي هاي قريبتها كرينتها يسوقينتها مول كبي بي إس سعيد قريبه سروا صار قمي اللوجو ترى قالي جناسية دواوين يبانن كأيوه حيا بها الله متكا هل كان مكاني تشوقنا هيك قد وانت عبد السنة هل كان هيك قد وانت قريبتي أن صار قمي وسوق جملة إيو تفاريق ده een oo retail iyo wholesale loo kala yaqaano waxaan leenahay laba suuq een mid waa G ama grand floor sida loo yaqaan midna waa basement ama underground sida loo yaqaan ayadana way jirtaa een intaas waxa loo sii qaybiyay ilaa shan suuq midkiiba haa halkan aan joogno hada waa suuqa electronic ah een dhinaca gadaashida waxa jira suuqa een lagu iibiyo carpetka een roogaga iyo daahyada
waxa ku sii xigaya suuqii fashionka waxa ku sii xigaya suuqii antiga doona asagana oo jewelryga oo suuqii dablaha iyo exchange-ga oo ma taqaana ah yaacni mid aad hormarsan way aan abdullahi aad bay meesha u intahay waxa jira suuqii cosmetics ayaa jira asagana waxaan meesha ka marnay suudadkii iyo ma taqaana khamiisadii oo noocyadooda kala duwan ayaga marka insha Allah bal haddii dukaamada qaar kooda ma eegno waayahay سيدة ومركا ما دام كان عصير هل كان دقيقة أي كي يريهين كوي حق سرائن كسوارقنا مركا دي قيمه هو كتشبيني سوما ها عبد السلام قيمه هو أوكي جبيني هين تكون هو تكون عالمي أو سوقي ذا كلمان كوي نهاي انت بدن سايس كيس هو ميد واسع أحكم نقاد أقدر إلا عشان متر يو سنتيال هاي هاي بفك ستوري يو كوكا سميسان كريا روحي هذا اسبحين كران ستوريج كوان هنا أستغنى بغهرك وراكو يالا ما دام الدكان كان نمبركود أت تربيه وحلو بعد إن بقرر له له تصل نمبرك عن هينو أما دام الدكان كان نمبركود أكله وكم لقود دري وحاسس راعية إلا كون الله بقوله كله هاي وين وحاسس رأيك مركا إن قريب تم إمك دبقة نحن نشوفنا كله أو كيدول ككوي عليه إم سد دكان بق ويعلم إياه إلا يشم بقول أيه كتال عبد السلام هل كاني شم بقول أو دكان أو دكان وين أو دكان ما كي تفارق له أن إيه قلدوه مركها ما إسكو هذا إمبا ما إسكو هذا عبر با مسوى سيكل الدوين أن أنت بدن وإسكو هذا عبر وأيوه ماشان واحد إس إنجنيير عالمي أه أن ودوين كأمبا أكل دوين وإسكو هذا سايس تكلمك أنت بدن أن إما كنا نقصي صعنا أنا جاي سعيد قريب تجار كونه قندون تا ذهب كه أما ذهب ليشة أن لكن واحد إن شاء الله إن المرك له حصة أن سيدي بلوغي برنامج كاكو سواركتين مالها اللي دحمرية مولك كوية اللي مركا اللي اسكو دبقبتو وحي نغوني يعني لا توبان كيلومتر مركا ما هون قفكي انو اما قرعسي هل كان كسامين ايو او كيبسان ايو اما مخايدها بو وحكعون ايو اما ادهيه دكالي شركة ايات كوفراها بادن له او استعمال ايو لكن وحماشي كوشرتا قفك مركو يساهم مولك ولمر وقف لقوية توبان كيلومتر مركز عيدو يا شمع سنة وكوتشرا سوما يا سلام واثل الشيء عبد السلام هاي هاي شمع سنة وكوتشرا ماشو قاعد بيقوين تهي لما كلا جاري كرايو إن كسكو هالدواء جناع سيادة لياب كله وسو كردين يمول كان بي بي اس كوي على مجال ده نيروبي قارهان حافظ إنسلي وحكوا مول كان هالدواء ويعلن يا تلمام الله مدة تلمام إلا يهين إن مولش عشايبته ee duuyada ku yaala meelo kamida ee intii laga yaabo in dubi ay booqdeen moolasha dubi ugu caansan tilmaama ay leeyahay qaar lamida buu yaalanaya waxa kamida Saciido in Absalom waxa kamida in aan leena Expo Center ee meesha Carwada Bandhiga waxaan ka soo horjeeday bandhigyada ganacsiga halkii lagu sameeyay caalamiga way in waxa ka soo horjeeday biyihi in waterfalltiga aha oo aad u dheer la dirbiga horatiga oo meel biyo dhaca oo biyo xagga sareynta ka soo dhacaan ay hoosta imanaya waasida waasida aad u qurux badan meeshan ma laga rabo business kaliyad waxa laga rabaa dalxiis ayaa ku jira haa haa goob dalxiis business kana horumar weyn looga sameyn doona insha Allah ياسين حاج حسين وحاو كمي دي هاي مدحضة مشروع بي بي اس مول كوين لغاقل السيو حافد دي إسلي مقالة نيروبي ياسين ان إسلي وحاي عان كنت هاي دينا غناع سيغا ووحا لغاي ما دا باريغا إيو برتما أفريكا ودامفر بدنو كويالا ان محو تاك بدلايا غناع سيغ إسلي غناع سيغ إسلي وارونتا وإسلي وميلاها غناع سيغا تاركت كولي لكن waxaan dhigay karnaa xilliga hore isli meel isku raran ganacsigeeda ayay ahayd oo ciriiri aad u ah oo dhigay karnaa qofka markuu dhaxmarayo suuqta asaga isku mashquulsan yahay jeebkiisa ilaalinaya iyo maxaa dhici kara marka hadda waxaan dhigay karnaa iyo baabuurku meesha u dhigan lahaa safety-giisa yani ganacsi wax ugu weyn oo laga fiiriyo waa dhinaca safety-ga marka waxaan dhigi karnaa waa meel oo ammaan ah
وقفكم كفي كرين وحاس أد بحد ولا أو محلي رها ريلي قفكم ده عنده كرنا وحوي أسوق فرحسن أما عبسي أن هينين يوجنا عسقيس وضنا مركو عنده كرنا دتك جنا عسنا إيو دتك إمانة معامل كمانة كل فائدة وفائدة وين أيه وتح وحنو ملاينا يانا يمكو واحد بدل كفانتين مولاشو واوين بي بي اس وكرا ديو رساو شقيان قيب تنوى قيب كلا وقاد يقاد يقاد مهيم بوها هولاها مولكا سلانا وكرا انجنال مصطفى عبسلام هل كان محيطة؟ عبسلام هل كان وحنو لنا بيتا سنسا قاياتو بيتا سنسا وانا حروبتا نعم سومال هو قيب إسكارسين إسكارسين تهاي هاي هو قيب تي فويس كا يو تليفون هذا يو هذا الكا يبي أنه هو قيب تي ديت هذا أما إنترنت كا يو هلا له يرودن وحروف كلا جم معمول عليه ما كان ويش قي سامي مكمل ويش قي سا وقت دارن وقت جو حسا يا مغلسه ما كان لسه أو يعني كل هرو ما كشوا هذا سمارت سيتيز ها ها ما كان مول كاني وايسمارت ميدي وايسمارت وايسمارت مول أوف كان قريب بهدوتش العم حد وش هذا سمارت وحول با وحا وكشقية يعني إنترنت وكشقية وحبه أوتوماتيك تنسوه دوية كما عنده حيوك تسوح حميشة أي كسارة سا يعني لفالقالكي هاها وكوريشن كايو يعني شغالة نور أي آد وبوحد ناي قفة بنيانم كا سيستمكو سا لو بسانجري لو قابي لو تانجوي وسيستم لو ديجا يميسو سوالي كارو انت وقبعه وأنا أقول لك أن أنا 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 وحول عيا كي إنترنتك كي إنترنتك كي غازك مركز عارف باكين كذا جو يهم أنا بريبيك أنا بوسبي وهاي باكين سيستم كذا كل سامو في طلقة لينا صوت كي عشان ما العكس يهون أتكلم بحكرته ها ها ما صوت عشان ما كان سكر ما شو في بقول صوت يعكره أو أتكلم بحكرته لكن سيستم كذا ده ما سيستم أوتوماتيك قاري على مقصود دوا مسكح لي لقي ما نقول ينوع هالك قاري على مقصود دوا كمرة قضاني سا هالك أيوسو بتبين السؤال لو كلا شانتين يو أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول أن أنا أقول لك 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 أن نوع واحد سكالي هذا أميره بانك هني. أما أنا لو أقول سامع صوت لك لكن جوجو إنه الإنترنت كأكسس كرين كرو استعمالي كرو قصد ما هنا ضعيف شو أما تكون على كل شيء على الإنترنت ليش؟ حيث هذا هو لغينا يا. ما هو كده أجن لغينا يا باقي كذا قرية يكون بعشرة إن الإنترنت اللي كتر. الإنترنت كفو ما تقعنا يعني حواري زادوا سريو معقولة أو سكي وكريسن أو ما تقعنا عن security breach marka macamiisha ay galdeen lacag laga qaadayo Soomaa waa soo baxdo mall sidoo kale wi hayo yaa haa 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 taa shopping ka wiimaada in inta ay ma taqaan shop kareysanayaan ma taqaan wuu ku iska yabaasay ciiska iyo qoradoos ay marayaan yaa in system ku way wax walba ma taqaan u baahan payment waxaan isku dayeen waa system automatic parking kaaga ina kaarka ku bixin karto impesa ku bixin karto وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك أدوات كيو، قبتني مكان نشوفنا وحويه هل تلاقي لا صعنة يو، إن أمان كمول كم بي بي إس،
imisa kamaradood baa ku rakiban Mustafa? Absalaan waxa ku rakiban hadda waxa ku xidhnay 400 oo kamaradood. 400 oo kamaradood. Haa. Weyna waxa rabnaa maaragtay inaan sii kordhino. Way. Ana xoraa ku darno. Marka meel kasto aad marayso moolka. Ma loodan kara kamarad ka qaysa. Soo taagan tahay. Dukaan kasto meel ku yaala albaab kasto furan ama mid kasto xidhan waa kamarad ba haysa. In injineer Mustafa marka taasi maxay kaga duwan tahay? In sidii caadiyan isli dadku ay u iman jireen ee ay ugu adeegan jireen. Salaan oo aan moolka markaa soo gasho ee geedka soo gaadho aan sida caadiga ah lagu soo baado gaadhigaaga ma taqaana la baaday sagana ee soo gaadho meesha moolka laga soo galo parkinga gaadhigu buu halkaan marayo waxa ku xiran LBR cameras waa kamarado awood u leh in qofka diirawalka ah dadka gawaarida ku dhex jirta iyo number plate kaba in ay qabato oo record gareeso. Itana gaariga markuu soo galo waa la soconaya kamaradba kamaradda u dhiibaysa. Way. Ila uu ka imanay meesha uu ku tambaysa ee uu parkinga ka gelayo uu gaariga istaagay halkaan waxa ku xiran waxa la census baa ku xiran census-kaasi waxay leeyihiin kamarad baa ku sii dhex jirta. Waxa uu u leeyahay gaariga halka uu taagan yahay in la socdo la monitor gareeyo. Taas waxay naga caawinaysaa haddii salaano kale wax ugu yar haddii gaariga halka taagan uu gaari kale ku dhaco kale. Ama in loo gaado cidii shilka geysatay in loo ogaan karo wax ugu yar dadku markay taasi waa dadka gawaarida wato dadka caadiga ah ee moolka soo galaya imanaya iyo qulud waxay leeyihiin yani security mechanism ay meesha ku soo galayaan wala baaraya waxa jira metal detectors ka wixii biiray qofku si joog ka baaraya waxa jira baggage scanners dadka yani city and halada baggage ska iyo shandada haa haa computer ku sii tamaa kala ku sii wala software iskareenaya wala soo baaraya marka kuwan waxay naga caawinayaan in si 24/7 ah loo monitor gareeyo moolka wax ka socda marka taamarka laga yimaado wax jira iyaguna screen kale halka yaala oo u xil saaran in ay monitor gareeyaan yani critical installation areas yani moolku wuxuu leeyahay meelo critical ah oo muhiim u ah shaqada moor sida meesha impeen soo aragnay meesha korontada data center baan leenahay oo meesha internetka moolka laga siiyo si haddii intrusion iyo meesha ma taqaana oo ila loogu talagalin ay soo gasho loo ogaan karo marka koox baad tusaale ahaan halkan fadhiisanaysa oo kamaradaha ay noo kamaradaha la soconaya la soconaya marka shaqada uu qabtaa marka laga yimaado monitoring marka laga yimaado waxa kale uu qabtaa haddii aad eegto halkan waxa ku yaala saddex laba waa kuwa u xilka saaran ama mas'uulka ka ah haddii moolkan uu dab ka dhaco in yani uu siren iyo sound qaylo bixin karo uu dhawaaq sameeyo waa qalabkii loogu digay dhawaaqii loogu digay kan waa halkii laga ogaanayay meesha uu dabkaasi ka bilaabmay yani tukaan nambarka floor ku yaalo dabku siduu yahay si ay u fududeyn karto in jawaabti iyo response-ki laga bixin lahaa noocay noqonaysa marka isagana halkan lagala socdaa kaas isaguna moolka waxa ku xidhan line gas ah ama pipeline gasiga oo gaasti wax lagu karsanayo oo tangiya waaweyn ba bannaanka yaalla xagga dibadda marka moolka la soo galaayo marka meesha laga xukumo gaasta ee lagala socdana waa halkan marka waxaan odhan oo system isku rakiban halkaa screen way baa soo socda halkan ku xidhanno meeshan moolka dhan system kiis uu automate marka Mustafa gudaha kaliya maaha muqaalay imika waxay noo muuqday dabadiya ilaa geedka laga soo galayo gartay marka aago dhan waa lala socdaa waxa ka socda marka waxa loo oran karaa Soomaa hadayn si kala u dhigno qofkii markuu adeeganayo ama moolka uu soo booqanayo ama makhaayadaha uu isticmaalayo ama masaajidka ama goobaha kale faraha badan leh ee moolku uu qaybsan yahay wuxuu isku halaynayaa in nabadgelyadiisu la sugantahay boqolkiiba boqol intii yani bini aadam awoodo suurtagal ah waxaan isku daynay inaan ka fakarayno securityga injineer Mustafa aad iyo aad baad mahadsantahay mahadsantahay shukran mashruuca aadka u ballaaran haddaba aynu ka sheekeynaynay business bay Square Mall ama BBS sida loo yaqaan inta badan naqshadiisu waa sidan oo kale marka muuqaalkiisu markuu dhamaado sidan ayuu noqonayaa
نكن أضيقة أيها الدبا ديسانك سميجي. My name is Mukase Oscar Monano. I'm the project director of Business Bay Square with over 31 years experience in design and construction and implementation. Mukase Oscar Monano waxaan haybu ila gaasimaha mashruucan waxaan leeyahay khibrad dhan 30 sanadood waan u leeyahay buu naqshadeynta iyo dhismaha dhismayaasha waaweyn ee heerkan oo kala mashruucan BBS waxa uu la mid noqon doonaa buu yiri sida Dubai Mall oo kale amaba Emirates Mall oo ku yaala magaalada Dubai waa moolasha waaweyn ee casriga ah ee ku yaala magaalada Dubai waxaan u noqonayaa buu yiri mid ka tilmaaman bariga iyo bartamaha Afrika.